النسخة الرابعة لمهرجان البحر بآسفي تحتفي بسمك السردين الذي يعد رمزا لحاضرة المحيط، أكسبها شهرة على المستوى الوطني والعالمي. وبهذه المناسبة أقيم مهرجان السردين، وهو حفل لتذوق سمك السردين المشوي بساحة الديوان العريقة ومنطقة رأس اللفع. المهرجان استقطب جمهورا كبيرا من مختلف الأعمار من ساكنة المدينة وزوارها من داخل المغرب وخارجه، الذين حجوا للاستمتاع بأحد أكثر الأطباق شهرة وشعبية بمدينة آسفي. درنا الشوايه في هذه الساحه العريقه والتاريخيه ديال مدينه آسفي، هي ساحه الديوانه لانها معروفه بساحه الديوانه وهي قرب الميناء القديم. هنا اليوم باش المواطن المسفيوي يرجع ديك الذاكره ديال هذه الساحه اللي كانوا كيكونوا فيها الحلاقي وكانوا كيكونوا فيها الباعة المتجولين اللي كانوا كيديروا بعض الحوايج اللي بعض الحلوى وبذا الشيء. اليوم فكرنا باش تكون الشوايه هنا للجميع، وفعلا كما شفتوا اليوم ها هما كاين اقبال كبير على السردين ديال آسفي. الجمهور كان أيضا على موعد مع سهرة فنية متنوعة أقيمت بمنصة ساحة مولاي يوسف، أحياها مجموعة من الفنانين الوطنيين والمحليين.